وأنت تتجول في شوارع أوسلو فإنه من الطبيعي أن تشاهد النرويجيين وهم يحملون أكواب القهوة خصوصا قبل بداية أوقات الدوام. اهتمام النرويجيين بالقهوة دعانا لتسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال هذا التقرير، فرافقونا. النرويجيون المحبون للعمل والنشاط يعتبرون القهوة جزءاً أساسياً في حياتهم اليومية، فتراهم لا يفارقونها حتى وهم في طريقهم إلى العمل أو عند وقوفهم في محطات الانتظار وفي عموم الأماكن العامة. أنا أحب القهوة كثيراً وأشربها كل يوم في الصباح لأستيقظ، إنها بداية جيدة لليوم. نعم، وأنا أيضا، وكذلك يشعر المرء بأنه مستيقظ أكثر وهي لذيذة جدا. هذه هي بناية أكبر مصنع للقهوة في أوسلو، وبالنسبة للمولات والأماكن المغلقة فهناك عدد كبير من المقاهي التي تشهد إقبالاً واسعاً لما للقهوة من شعبية عند النرويجيين. هنا نبيع الكثير من القهوة السوداء واللاتيه. هناك العديد من الأشخاص الذين يشترون كوباً من القهوة عندما يكونوا ذاهبين إلى العمل أو عائدين منه. لدينا حوالي 600 ضيف كل يوم، والجميع تقريبا يشتري قهوة وشيء للأكل، ولكن الأغلب يشترون القهوة في الصباح ليشعروا باليقظة. لابد أن تكون في كل محل تجاري مكينة للقهوة، وكما تتعدد أنواع المكائن بالنسبة للحجم والسعر وطريقة العمل تتعدد كذلك أنواع القهوة، ولكل نوع سعره الخاص ومذاقه المميز وطريقة تحضير خاصة. أنا أشرب 3 أكواب من القهوة في الصباح، وذلك لكي أشعر باليقظة، ولكن في فترة ما بعد الظهر لا أشرب القهوة إطلاقاً. هو حب النرويجيين، يعني بصراحة النرويجيين كلهم يعني تقريباً 90-95% يحبون قهوة، خاصة بالصبح لحد الساعة 4-5 بالمغرب، يعني ورا الظهر دائماً هم يعني بس القهوة. القهوة بالنسبة للنرويجيين كما الشاي بالنسبة للعرب عموماً أو للعراقيين خصوصاً، ولكن القهوة الساخنة تتناسب إلى حد ما مع أجواء النرويج الباردة. لبرنامج من العالم من العاصمة النرويجية أوسلو، مهيمن الأسدي.